انا دخلوا عليا والد جا وربطني هاد السيده الله يجازيها بخير وديرها ديرها اكثر من ماما، ما يمكنش نمشي ونخليها حيت هي اللي اعتمدت عليا وكبرتني حتى وصلت لقد هكا. فاش وصلت 18 سنه تعدى عليا واحد، ومن عاودت لذاك السيد اللي معاه عاودت ليه اللي كاين وقال لي في الاول بغاني وتنخرج معاه ديما ونمشيو اي بلاصه اللي بغاها فهمتي. ومن وصلت واحد المشكل هو اللي حبس ليا على داكشي، من عطيتو دوك الاوديات القدام تاع الاغتصاب عطيتو كلشي، مشى داهم للمخزن وداهم الوكيل الملك. يعني انا ما عرفتش واش كان بيستغني، وقال لك ناوي معايا المعقول وجا عند ماما هضر معاها وجا للدار عند ماما وقال لها انا بيت هاد بنت الناس، وهي تقول لي لا بيتها هي معاك تزوج بيها على سنة الله ورسول الله. قال لك ويقول لي جمعت سيرة بلا تعافك تنجمع راسي، منين ما جمعش راسي بقيت انا زعما تنصبر زعما واش امتى بيجي تا قدا الله الغرض انا وياه زعما حملت انا وياه. وفي الاخر بغى هذا الشيء ماشي ما بغاش، حيت هو ماشي انا بعدا بنحس بيتهم يحسوا بيا حيت طمعني هو بالجواج بحال طمعني انا السيد كنت معاه شحال هادي والناس يشوفوه معايا وحسبته راجل، ولكن وصلت معاه واحد الغلط هو هذا اللي فكر شي ما بيتوش زعما يضيع ولا شي حاجه كيما دعت انا من صغري ما بيتوش يضيع. قال لك بغى داكشي نحن، قال لك الا كان ولدي راه بيت ولا ما كانش ولدي راه ما باش. انا ما ماشي كنت نمشي مع شي وحدين اخرين، تمشي معايا هو والدي قال لي اطر عليه حيت انا ما عارفش انا داكشي حيت ما كايناش معاهم في داكشي. كان مزيان كان معقول كان معايا مزيان، ولكن في الاول تيقول لي انا بيت نهزك زعما بنقوم بيك وبنتزوج بيك وبنعتمد عليك فهمتي، ولكن داكشي ما منش. جا واحد من عاودت ليه انا راه حامله، علاه يعني عاودت لي فاش كنت حملت عاودت لي قال لي انا بيت داكشي اللي في كرشك ما يمكنش نتخلى على داكشي اللي في كرشك فهمتي. داني وليت تنخرج معاه وقال لك تنخرج حتى مع الاخرين ماشي معاه هو بوحدو. كنت ما كنتش متقنه ما عارفاش انا اش بنقول لك انا ايه كيفاش نيه الله في طبقه ما عارفاش انا ما قارياش باش ولكن اخويا انا ما بقيتش نحمل الدراري عرفتي علاش ما باش يدوز عليا كما داز عليا زعما واخا كاع يجي يتزوج بيا شي واحد ما ندير فيهش الثقه الحين الثقه حيدها. تعرض للانتحار ودايره 15 غرزه في راسي وضربه يديا هي ايوا المشاكل عندي بزاف المشاكل ماشي عندي هي شويه اخويا. عندي 31 عام بنت 93 عام هو عنده 27 عام. اش بنكمل عاود لي التعامل ديالو معاك وكي كان التعامل ديال الاهل ديالو معاك هو ولا الوالدين؟ والدي هو وياه. دابا انا كان معايا التعامل مزيان ولكن ملي مشيت عند المخزن ما كانش معايا مزيان. دابا مشيت ذكرت به حيت يقول لي بلاتي طاب انت لكاش، وانا نقول ليه راه انا حامله وهكا خاصك تقدر لي ظروفي وهكا، ويقول لك واخا بدا عليا تيقول لي واخا تيقول لي التنين وانا التلينات ما درت والو انا وياه. الله ما مشي عند المخزن شكي به درت شكاية عندهم تما. دابا اهل جاولو ما كانوش عارفين انا وياه في غلاصيو حتى مشيت عند المخزن هو يجيب باه. دابا داك المخزني اللي مشيت عنده صاحب باه فهمتي هو يدور ليه قال لي جيب ولدك وما جابش ولدو جاي راسو. راو لي الحوايج وشراو لي كلشي وقالوا لي جمعي الوراق تاع العقد انا جمعتهم، ولكن ما منوش داكشي هضروا كلامك. حسيت انا غير بالشمطه غير شمتوني حيت كون كان داكشي حقيقي كون جاو طيحوا عليا العقد وداوني عندهم انا غير تشمت. انا حيت ما عارفه والو ما قاريه والو غير تشمت صافي هادشي اللي كاين. واخا كاع عطوني شي ورقه ما عرفتش نقراها تنسيني عليها انا ما قاريه والو. يلا هو كاع قال لك انت راه ماشي معايا انا راه مع الاخرين وهكا او ما كاع عندي تصاور، ولكن شكون اللي بيبرئني انا باللي هو ما كانش معايا
انا تيكون معايا هي هو. حنت داكشي اللي وقع لي راه مشى في كورونا، داكشي اللي اغتصب من الكورونا راه مشى. تنعاودك على الاغتصاب، فهمتي؟ ملي تتعاود لبنادم هذا الشيء ما يمكنش تعاود ليه كاع انت واش مغتصبه ولا ما مغتصبهش. اي داكشي اللي نقول لك انا كون كاع ما وقع معاه كاع في هذا الشيء اللي وقع معاه دابا. يلا بغيتيه؟ انا بغيته ولكن ما بغى، ما حسيت دابا عاني بغيته ولكن ما بغيتش الزواج. بيت انا على حساب هذا الشيء اللي في كرشي. وانا نقول لك الصراحه انا راه بنادم تيكذب. انا خويا راه كنت نبغي ندوز معاه الوقيطه وكلشي دوز معاه صافي. حنت انا دابا ما بقاش نبغي شي حد، عرفتي علاش؟ حنت دابا ما بقاش فيه، ما بقاش عاد فيه الثقه. خويا تنطلب يا الناس يعاونوني باش ندير هذا الشيء لهاد الكنيه ديالو والله يعاونو. هذا الشيء اللي بغيت تنطلب يا الحاله المدنيه ديال هذا الشيء. ما بغيتوش يضيع عليا كما ضعت انا فاش كنت صغيرة. كنت قاعده معاهم نهار الحد، عيطوا لي حنت يقول لك الحد جي زعما، وعيطوا لي. مشيت عندهم منين قعدت معاهم قالوا لي بالليل بقاي معايا حتى الليل، وانا نبات عندهم نيت بقاي معايا حتى الليل وتبخري. هما تبخروا كلهم وانا ما عرفت والو، تبخروا كلهم وانا من تبخرت حاشاك جاتني نهار الجمعه الفيضان تاع الدم. يلا واش بين ندير معاهم يعني؟ ما كان بطيح لي هادشي في كرشي جاب الله هادشي ما ماتش بغا سيد ربي. نحن تاتشا كبر كان تحاول باش تطيح لي هادشي اللي في كرشي. خويا تنقول لي 5 شهور ونص انا مازال ما عارفاش باش نقول لك انا الحق، فهمتي؟ ما متبعه عند الطبيب. متبعه عند الطبيب ونجي السبيطار تاع عندي الورق تاع السبيطار راه ما كاين تما. اخويا انا تيجيني تنفكر بزاف هذا، فهذا اللي دار معايا هذا المشكل تنفكر بزاف وتنخمم تنقول يا ربي يجي زعما يجي لي هذا الشيء زعما تبوت النساب ويمشي في حاله. حتى انا ما بقاش بنقعد معاهم في الدار وهكا. نهار وقع لي هذاك النزيف كانوا بيقتلوا لي هذا الشيء ما بقاش نحمل نقعد معاهم. واخا بدلت النمره كانت تبسس عليا في النمره الاخرى اللي حيد تبسس عليا فيها وتي صيفط لماما حتى هي قال لك صيفط لها بوليسي وتضحك مع راسو زعما. انت فهمت؟ انا وماما خويا الجيران ما كنقول لهمش، انا ما باش نقول لهم هادشي اللي واقع لي، حسن ما تقولهاش للجيران حيت انا كلشي بيلوموا عليا. عائلته كاينين تما، مشيت عندهم تما تهضروا معايا تما بلا معقول. قال لي انا زعما صايب طلعني با الفوق وراني البيوتا نحنت كانوا خاسرين في الزنزال. قال لك زعما تي يقادو ويجي يطيح عليا العقد. راه دولي نيت البوليسي قال لي راه خاصك تحي، قلت لي بن زعما نحيد الالتزام عندهم. قالوا لي لا تجيب العقاد عافاكم عاونوني بشي حاجه، عافاكم عاونوني تنوقف على رجلي يا خوتي، عافاكم عاونوني راه مازمه حياتي. الا كان تيشوفني بنقول له لا ياخذ فيك الحق على هادشي اللي تدير وتظلموني نتوما بزاف وما عندكمش دلائل فاش تظلموني، فهمتي؟ حيت انا غير صيفطت لك دوك الاوديو دغيا مشيتي وصلتهم للمخزن، وصلتهم ولكن المالك احنا كاع زدنا في الجلسات ما عيطوش لنا، ولكن بيتهم انا ياخذوا لي حقي. حقي هو اشنا هو؟ حقي هو تبوت الناس ابو يمشي الله يعاونه، ما بيت منه انا والو. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة الكترونية وطنية شاملة ومستقلة.